السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: قمع حكومي ميليشياوي للمتظاهرين السلميين في كربلاء وشهداء وجرحى بأعداد كبيرة من المتظاهرين. وفي العنوان الثاني: العراقيون المنتفضون يدوسون قرار حظر التجوال بأقدامهم ويؤكدون بقائهم لحين تحقيق المطالب. وكذلك ضمن عناويننا: طلبة وطالبات العراق يخرجون دعما ومؤازرة للمتظاهرين في انتفاضة تشرين وسط محاولة من البعض لمنعهم. وفي آخر العناوين لدينا: صور الدعم والمساندة بالجهود الذاتية العراقية تتجلى في أجمل صورها في انتفاضة تشرين بين العراقيين المنتفضين. أهلا بكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عن إطلاق القوات قوة السوات الرصاصة الحية باتجاه المتظاهرين في كربلاء وعملية دهس متعمد للمتظاهرين بالعجلات العسكرية، فلنشاهد. يا حسين زربالك زربالك يا حسين يا حسين يا حسين نبقى مع القمع الذي طال المتظاهرين في كربلاء، هذا القمع الحكومي الذي لم يسلم منه حتى الأطفال، فلنشاهد. هذا الجو المكيف والزومبيز، شوف شوف شوفوا شوف شوف هاي رمي بحيمة، هاي النقيب مقابل الضريبة القديمة دقرة من زمان، شوف 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 فرقوهم دقرة العليا والمعالية، شوف 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 قتلوهم موتوهم عمي من هذول كسروا الجام الدنيا قلبوها شنو هالقوات ملابس منو ليش كسروا هذا الطفل هذا جهال دزدولهم دق بالتوازي هذا طفل جهال كسروا حتى الجهال والله ليش شرطة كربلة كسروا شوف شوف شلعوا الباب هاي الباب شلعوا كسروا الناس كلها هاي الجيش يقول ما راضي شوف شوف هاي كسروا الجار كسروا الكي كل استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في كربلاء أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، فنشاهد. هاي كربلاء الحسين اسمع الطلاق كله حي محمد امين احد الجرحى في محافظة كربلاء الرصاص الحي اسمع ايها العالم اسمع الحكومة الغير امنية كيف تقمع المتظاهرين لا حول ولا قوة الا بالله يا الله يا رب احفظ العراق كربلاء تحفظ
كربلاء تنزل قناة سكاي ميشيغان تي في الفضائية تتواجد في محافظة كربلاء لنقل الحقيقة بما هي. نعم علي باقين علي وعلي باقين علي وانا مو علي وانا. الله يحفظكم الله يحفظكم. والد أحد الشهداء يتحدث عن حقيقة ما جرى في محافظة كربلاء من اعتداء وقمع للمتظاهرين، فنشاهد. ومحافظ كربلاء بأنه مصطفى فارس قتل في جريمة جنائية كذب وافتراء، قتلوه استهدفوه قوات مكافحة الإرهاب وإسوات، قتلوه البارحة بالليل بالعشرة وثلاث من فتح رمي كثيف وشردوا الشباب، كل ما هنالك مصطفى فارس رفع علم عراقي لا أكثر، علم عراقي غالب بالوطن لا أكثر، يرمى بهذه الطريقة البشعة يخرى من قوات الإرهاب وقوات إسوات. بارد كربلاء يرمى بطلقة بعينه وطلقة أخرى بصدره، وهذا التشريع الشرعي من نتابع الآن مشاهدينا الكرام تشييع أحد شهداء كربلاء الذين سقطوا بنيران القوات الحكومية يوم أمس، فلنشاهد. بعد قرار فرض حظر التجوال من قبل الحكومة في بغداد، خرجت جميع مناطق بغداد لكسر الحظر وتحدي قرار الحكومة وتضامنا مع متظاهري ساحة التحرير، حيث خرجت مدينة صدر بمسيرات كبيرة كاسرة حظر التجوال المفروض ومتجهة إلى ساحة التحرير، فلنشاهد. في مدينة العظمية في العاصمة بغداد، خرج الشباب متحدين حظر التجوال بمسيرات جابت شوارع المنطقة، فلنشاهد. Thank you.
نتابع أيضا لقطات أخرى من ساحة الفردوس في منطقة الكرادة وأيضا من منطقة المنصور في العاصمة بغداد، فنشاهد. من ساحة الحبوب في مدينة الناصرية تجمع المتظاهرون تضامنا مع المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد، فنشاهد. طبعا تستمر اعتصامات وإضراب المدارس والجامعات في معظم مدن العراق تضامنا مع انتفاضة تشرين، حيث اعتصامات المدارس المهنية والإعداديات في بغداد وتحديدا مدينة الكاظمية في ساحة عبد المحسن الكاظمي، فنشاهد. قمع الطلبة المتظاهرين قرب ساحة النسور في بغداد والذين تظاهروا لليوم الثاني على التوالي دعما لانتفاضة تشرين، فنشاهده معا. طلبة مدارس وجامعات الكرخ ينضمون في الإضراب عن الدوام تضامنا مع متظاهري انتفاضة تشرين، فنشاهد. Thank you.
طلبة كليات باب الزبير في جامعة البصرة يعتصمون ويضربون عن الدوام لليوم الثاني على التوالي تضامنا مع متظاهري انتفاضة تشرين. طالبات في إحدى المدارس الثانوية يجادلن مدير المدرسة الذي حاول منعهن من الخروج في المظاهرة ومساندة المتظاهرين. فلنشاهد. أشكرك. أنت مؤدبة وأشكرك. لا عراقية، العراقية تستاهل. أولاً عندنا شرف البنات مالتنا ما يخرجن برا. يدخل داخل السياج. لا عندنا شرف. يدخل داخل السياج. تعالي ندخل نجوا سالف وياكن. عيب عيب ليش عيب ليش عيب 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 يا ولن عيب لا خلي يصير عنده شرف وين شرفنا احنا البنات يصيحن في الشارع من الصور الجميلة للمظاهرات في ساحة التحرير وبعض ساحات الاعتصام في المدن الجنوبية توزيع الحلوى والمأكولات بشكل مجاني على المتظاهرين في الساحات. فنشاهد. ساحة التظاهر والاعتصام في الحلة قرب مجسر الثورة في محافظة بابل شهد عرسا جماهيريا يوم أمس. فنشاهد. رجل عراقي من ساحة التحرير حث العراقيين على دعم المتظاهرين والمشاركة معهم في مظاهراتهم حتى تحقيق المطالب. فنشاهد. المتظاهرين كل ما يستطيعون كل ما يستطيعون وهذه هي الروح الوطنية. لا تظلون لا تظلون تقنقنون ببيوتكم لا تظلون تقنقنون ببيوتكم. هذه الحكومة فاسدة، هاي الحكومة مخش حكومة، هاي أموالنا راحت، هاي أموالنا سلبت. لا تظلون اطلع. وهاي الثورة الحسينية، هاي الراتب الإمام الحسين هنا في ساحة الطيران.
هذه على العشائر وعلى كل عراقي شريف، على كل عراقي شريف أن يطلع ويظهر هنا، هنا يطلع، هنا هذه هاي ثورة الحسين، هاي اللي رات الإمام الحسين، هذا ضد الاستبداد، هذا ضد الظلم، هذا شنو ذنب هالجموع؟ شنو ذنب المن طالعة؟ هاي طالعة تنادي بحقوقها، تنادي بحقوقها اللي مسلوبة، تنادي بعراقها اللي قعدوا على بساط المروة اللي ما عندهم لا ذمة ولا ظمة. هذولا احنا أول ما إجوا أعيد وأكرر عبالنا هذول اللي إجوا ناس سادة عمايم أولاد مرجعيات وعبالنا ومن ساحة التحرير وقرب جسر الجمهورية شباب ينشدون النشيد الوطني فلنشاهد. دلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، دلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، لا نريد بل نعيد مجدنا الجليل موطني. صيح كنا بصوت لا للطائفية تظاهرة للجالية العراقية في لندن دعما للمتظاهرين في العراق المطالبين بإزاحة النظام الحاكم وأحزابه الفاسدة فلنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.